المتهم مكفل بهكذا جريمة وفق أحكام المادة 444 وليس 331، لأن هو غير موظف حكومي، هو مو موظف حكومي أثناء ارتكاب الجرم، لم يكن موظفا حكوميا. فالمفروض أنه هاي المادة القانونية أنه هي لا تقبل الكفالة ولا حتى الغراء، الحبس. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، عندما تكفل، وأنا ما أعرف شلون تكفل حقيقة، يعني المفروض أنه يمنع من السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة. هذا جانب. الجانب الثالث وهو المهم، في أي دولة بالعالم تحترم شعبها، تحترم قوانينها، تحترم دستورها، لما يكون هي مثل هيك حادثة، حكومات تتبدل ومظاهرات وتقوم الدنيا وما تقعد. طيب. لأنه المبلغ مو هين، احنا خلينا نكون واقعين، المبلغ مو هين. هسه بعض المصادر تتحدث عن هو المبلغ مو 2.5 تريليون، هو حتى يتجاوز 6 أو 7 تريليون دينار عراقي. إضافة إلى ذلك، قاضي هيئة النزاهة الأستاذ حيدر حنون المحترم أعطى وزارة المالية وهيئة الضرائب 15 يوم، أعتقد اليوم آخر يوم، باكر آخر يوم، هيك شيء، للكشف عن الرقم الحقيقي لصفقة القرض أو المبلغ المأخوذ الأمانات الضريبية. اليوم تأجلت الجلسة إلى 27/8، أعتقد هو قبل يوم الأربعين من محرم، يمكن بيوم، نعم، صادف نفس اليوم، قبلها بيومين، هيك شيء، يعني حسب ما ذكر الأخ النائب مصطفى جبار سند. نعم. على ماكو، ما أعتقد أكو عذر قانوني أو شرعي يقبل أنه التأجيل لحد هاي اللحظة، مثل ما ذكر الأخ النائب ممكن يكون عذر صحي أو وضع خارج إرادة